ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اخواننا هذا الشهر شهر مبارك فلابد ان نعرف كيف نستقبل هذا الشهر، ماذا نعمل، ما هو الصيام، لماذا نصوم، فامور لابد ان نتعلمها. وهذا من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، ان الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. الصيام ركن من اركان الاسلام. ثبت صيام رمضان بالكتاب والسنه واجماع العلماء. فما هو الصيام؟ الصيام لغه الانسان وشرعا التعبد لله بالإنسان على الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام شرعا التعبد لله، إذا لابد أن ينمو خرج بهذا المعلم استيقظ صلاة الفجر وظل من الفجر إلى المغرب لا يأكل ولا يشرب لكن لم ينم الصيام، الصيام باطل. إذا لابد في الصيام من ركنين كأركان البناء، لو أسقطنا ركن بطل الصيام. الأول النية والثاني الإمساك عن جميع المفطرات. إذا الصيام لابد فيه من نية وإمساك. أمسك من النية فالصيام مباح. نوى الصيام وأكل وشرب أكل وشرب متعمدا في الصيام باطل. إذا التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. النية بالصيام تنقسم إلى قسمين، نية فرض ونية نفل. نية فرض ونية نفل. فالفرض لابد من تغيير النية من الليل، قبل الفجر لابد أن تغيير. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لا يصح أن أقول اللهم إني نويت الصيام في هذا العام 1435 صائما بتوقيت فرنسا على أذان الفجر 43 دقيقة مفطرا على التقويم الموافق لتقويم فرنسا الساعة 6 تقريبا. صائما في مدينة أورنوبل مصليا صلاة التراويح في مدينة ما يمكن. النية محلها قلب تلفظ بها بدعة. ويكفي في نية الفرض الآن في شهر رمضان كل واحد منا مجرد ما يسمع بدخول الشهر ينوي الصيام، الشهر كامل وهذه تكفي عليه. أما هذا ما يتعلق بصيام الفرض، إذا لابد في الفريضة من تبييت النية من الليل، ونحن نبيت النية عند دخول شهر رمضان لله الحمد نصوم الشهر كامل. الثاني نية النفل، النافلة يصح أن تنوي صيام النفل في أي ساعة من النهار، ولو بعد العصر، ولو قبل المغرب، لكن بشرط ألا تأتي بمفسد أو بمفطر من المفطرات. يعني هذا استيقظ صلاة الفجر وذهب وأكل وشرب والحمد لله، ثم قال
اليوم خميس الحمد لله انا عندي صيام الان يصح لا يصح انك اكل وشرب بعد الفجر لكن امس من صلاه الفجر الى قبل الظهر لم يقل لم يصم قال لماذا ما اصوم هذا اليوم اني صائم يصح نعم نوى فريضه او نافله نافله يصح كأي ساعة منها أكل أو شرب أو أتى من الفطر لا صيام صحيح إذا النية لابد فيها من 100 فرض و100 فرض الفرض لابد من تبعيد النية من الليل وتكفي النية عندنا دخول الشهر بكل الشهر وإلا أما نية النفل تصح في أي ساعة من النهار بشرط أن لا يأتي بمفسد أو من فطر من الفطر لكن لا يحسب لها الأجر إلا من عند عقدني يعني الأول الوقت بالنية لا يؤخر الصيام النفل وهذا معناه أن الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صيام فرض وصيام نفل صيام الفرض رمضان والكفارات والنذور وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى وصيام نفل يأتي إن شاء الله نبدأ بالفريضة من هذا النص على من يجب صيام شهر رمضان هل أنا يجب عن الصيام أم لا كيف نعرف لابد أن نعرف شروط وجوب الصوم يجب الصوم على المسلم يجب الصوم يقول العلماء رحمه الله يقول يجب الصوم على المسلم سبحان الله أصل الكافر لا يخطط بالصيام ولا بالصلاة، يخطط بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فإذا دخل في الإسلام يخاطب بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وهكذا صح، لماذا يذكر العلماء رحمهم الله في كل عبادة من العبادات شرط الإسلام؟ كافر الصلاة، هذه شروط الصلاة الإسلام، الزكاة الإسلام، الصوم الإسلام، الحج الإسلام. الوضوء الاسلام، التيمم الاسلام، الاغتسال الاسلام، لماذا؟ مع ان الذي يصنع هذه الاشياء هو المسلم. قال لان هناك من نسال الله السلامه والعافيه من يصوم ويصلي ويؤدي الزكاه ويحج ويعتمر ويصنع 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 وهو مشرك سبقه. صحيح يصوم الرب ويصوم صيام والله باطل يصوم وهو يدعو غير الله يدعو أصحاب القبور ويذبح لهم يستعين بالجن شاحن ويصوم يرفع الصيام لا ولهذا يا اخوانا ما تنبه لماذا في رمضان تبدا التمثيليات الاسلاميه هذا ليس في التمثيليات الإسلامية بل التمثيليات الكفرية كفر أكبر فيه صحيح يا رجل إنسان يمثل دور من؟ أبو جهل وأبو لهب وإبليس وفرعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد رجل يخرج ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله ويحلف بالله وبالعزة وقال التمثيليات الإسلامية هذه التمثيلات تمثل كفر أكبر بالله ترضى أن واحد يمثل ورثة ما ترضى أنه يذكر اسمها في هذا صح ثاني وقد مثل أمهات المؤمنين مثل الصحابة ومثل كبار الصحابة ومثل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومثل الملائكة حتى مثل رب العالمين هذه تمثيلات كفرية بل كفر أكبر وأنت الآن عندما تتفرج عليها في رمضان تقر على الكفر إذا أقررت بالكفر أنت مثله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيرهم أنكم إذا مثلهم ما يمكن يا إخوان فتوى كبار العلماء على هذا لا يمكن تنفيذ الصحابة على الكفر استهزاء سخرية للدين قل أبي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ وتسب وتشتم
أمن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كذبتم عليها. فأنت ريح نفسك وأنت على يد رمضان تعود نفسك أنك تبقى في المسجد. الجوال أغلب وتحمل لأنه يرسل لك رسائل نعم وكأس العالم من طريق وهؤلاء من طريق. أنت محارب يا أخي محارب المسلم محارب كافر ومنافق وشيطان ومسلم يحسد صحيح والشيطان يعني كل ما تخرج من طريق يفتح لك طريقات تفر من طريق صح أغلق عليك الشيطان كل أخبر صحيح صح أم لا صح لا والله مو صح. ثم لآتينهم من بين أيديهم أكيد من الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم كل أخبر صح هذا الدليل لا بقي طريق واحد ما يمكن يوقف عليه ياخذ توجه الى الله والحمد لله مفهوم اخواني لا كاس عالم ولا تمثيلات كفريه ولا تمثيلات فسق ومجون ولا عرب وقل هذا العام باذن الله يكون تغير العام السابق ولا بد ازداد في الطاعات وازداد في عباده الله صح. ومن الناس من يسال قال انا مبسوط لكن لا اصلي ماذا؟ قال أصوم ولكن لا أصلي مشكلة طب إيش تصنع؟ تقول يا أخي تقول يا أخاف من الله غدا تقول ترى ما نصلي عليه زوجتك تكون عليك حرام ولا نقدر نسلك مع الكفار وممكن يضع عليك صليب واصل كيف يا أخي أنت مسلم وما تصلي؟ لأنه هو يريد فتوى أن في الشيخ قال اسمع صيامك ما يصلي قال جزاك الله خيرا اجمع الصيام مع الصلاة يلا صحيح والله. طيب إذا من شروط الصيام أهم شرط الإسلام وهذا نسأل عليها كفر أهل صلى الله عليه وسلم والله يجتمع في سنين نعم هذه التمثيليات سنين يعمل فيها حتى اللي قرات انا في الطائره قرات الجريده قال بشرى لمتابعينا في رمضان نعمل 20 ساعه اليوم حتى تخرج المسلسل الكفري ان شاء الله تعالى في رمضان 20 ساعه يعمل في اليوم الواحد من اجل إيقاع النفس الكفر وإفساد صيام الناس والله سبحانه صح أي نعم خاصة قرب وقت الإفطار لما تجعل ليلة النهار وتجعل ليلة النهار والحمد لله يا أخي شيطان الجن أخطر أو شيطان الإنس ما يعرف تعرف ما تعرف أنا أخطر شيطان الجن أو الإنس تعرف يا أخي تعرف أيهم أخطر شيطان الجن أو شيطان الإنس؟ الإنس لما شيطان الجن تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يلا أما هذا شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من شيطان الجن عرض ما له بل يزيد يعاني صحيح والله هذا أول شيء مهم جدا يا أخوان لابد من حقه نتعلم التوحيد نخلص لله وتترك هذه الامور كلها. في رمضان قبل رمضان هذا الايفون الثاني كسر الجوال وارتاح من صلى الله عليه وسلم. لا صح اذا كان شيء يهل عن الله ويؤدي بك الكفر اكثر ما يكسره ما يكسره. طيب الاسلام يجب الصيام على المسلم العاقل خرج من هذا المجنون فهل عندي سؤال فهل يجب الصيام على الاستكمال؟ نعم ام لا؟ من يعني؟ يعترف عزة اخوان لنا في مجلس علم ما حد يتكلم هل يجب الصيام على السكران؟
أربع أشباع لا يعلم على قول سبحان الله. طيب إذا هنا نص المجتمع عندنا بعد يشرب وقال الحمد لله أفتاني فلان وفلان أنا ما عندي صيام أشرب وسقط عني الصيام جزاكم الله خيرا. نقول لا تشرب الخمر وتذوب صح؟ أي نعم مثل الأول اللي قال أنا أصوم ما أصلي نقول تصلي وتصوم ولا يسقط عنك لا الصيام ولا الصلاة صح؟ مشكلة أسمع هؤلاء قالوا الله أفتانا فلان قال الحمد لله لا يجب على استكمام الصيام أنا طيلة النهار أشرب وطيلة الليل الحمد لله. يعني الصيام على المسلم العاقل قال في هذا المجمع ما استكران يقول لا تشرب وتصوم البالغ خرج بهذا الصغير فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا لكن نشجع الصغار على الصيام ناتي بهم الى المسجد وتعطيه بعض الالعاب في المسجد لا كتاب فنخاطب ولي الصغير نقول علم الصغار الصيام ونقول للصغير يا اخي تصوم ونقضي واجب تلعب من العجب من العجب ان الصغار يصومون. اسال اي واحد فيكم الان هل رايت يوم من الايام زوجتك او اختك او امك او خالتك او جدتك تاكل او تشرب في يوم من الايام في نهار رمضان مع انها لابد ان يكفيها ايام في رمضان هي معذوره بحيض او مرض صح؟ ما تراها انها تستحي والصغير يقول ما يتعب كذا يا ولد كل ارجع قليلا كذا قال لا اصوم وهذا الجن البالغ كبير يشرب الدخان عيان الجهاد يحارب من؟ رب العالمين اي نعم وعندما تقول يا اخي اتق الله لا انا حر صح؟ لا مو صحيح هذا عبد عمان عند الشيطان تقول انت مرتبه انت والله عبد لابليس ولو كنت عبد لله لحصل لك بهذا عزه ورفعه صحيح بل اجتمعوا في سنوات الماضيه اجتمع معه الناس وقالوا نفطر في نهار رمضان والله اخواننا هناك من افتى لاعب الكره المهم في الفطر في نهار رمضان قال ان الكره تقوي المهم هذه الفتوى احنا نعرفها اما لاعب الكره في نهار رمضان والله قال ما نعرف الاسلام والعقل والبلوغ مع ان الصغير مخاطب وخاطب الوالد كذلك والاستطاعه استطاعه القدره على الصيام هناك من لا يقدر على الصيام لماذا؟ لكبر في السن كبير السن او مرض لكن مرض يمر بين الاصابع لأنه ممكن يجرح في إصبع وانا رأيت الجمعة ويفطر في نهار رمضان تقول لماذا تفطر قلب مريض معلوم أي مرض المرض لا مرض يضر به الأصابع هذا المرض الذي يبيح الفطر في رمضان أما عطاس زكام جرح في الإصبع لا يبيح الفطر في نهار رمضان مثلا يرتفع لديه السكر لديه مرض السكر ولا بد ياخذ دواء كل اربع ساعات او انسولين او كذا ضغط في الدم كان من الامراض الخطيره يمنع الصبيب الطبيب من الصيام يصوم؟ لا هذا على الشرط الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعه و الاستيطان المستوى الخارج في هذا المسافر فلا يجب الصيام على المسافر لكن الاولى بالمسافر ان يصوم لماذا؟ ما لم يصح عليه لماذا الاولى بالمسافر ان يصوم؟
لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر. وهذا فيه إدراك فضيلة في الشهر شهر رمضان، وفيه أن الصيام مع الناس أسهل. الآن لما نقول لهذا الشيء تستطيع صيام شهر كامل؟ يقول ما استطيع. رمضان على رمضان اللي أصوم مع الناس ما أشعر بهذا. وكذلك قال لو أخر لعله يمرض يموت يؤخر. ولذلك الآن دائما الآن تأتي الأسئلة: بقي علي أيام رمضان وأخاف يدخل علي رمضان أنا لم أخر. صح، إذا الأولى بالمسافر أن يصوم ولم يشق عليه. هذا الشرط الرابع والخامس والسادس، السادس الخلو من الحج والنفاق. فهذا الذي ترى من هذا رمضان ياكل عشر وعشر دخان، اسأل هل انت حائض او مساء؟ ستر الله الا لم يعني ينظر به حائض او مساء. الله المستعان، الحمد لله الذي عافاه. والله حائض او مساء ما تاكل وتشرب في نهار رمضان، استغفر الله. اين هذه الشروط؟ سته.